هنا راح نأشر هذا لوب باك مثلا 0 0، وهذا اللوب باك هو 1. وبهذه الشبكة هي هاي الشبكة نقدر هي عبارة عن، طبعا أنا عندي 3 شبكات، هاي الشبكة 192.168.168.0.0.0. وهاي الشبكة هي شبكة السيريال 10.1.1.0 10.1.1.0، أو هي بالحقيقة هي 10.0.0.0، على كل ماكو إشكال. ونجي لهاي الشبكة اللي هي 192.168.0.192.168.0. اذا انا صار عندي 3 شبكات اضافة للشبكات اللوب باك، يعني اذا معناها صار عندي 3 4 5 5 شبكات بالاحرى. الان شلون راح نستخدم الديفولت روت؟ هسه راح نجي للراوتر، اللي هذا الراوتر هذا، واروح على سي ال اي، تقريبا نفس التفصيله يعني القديمه، اكو امور يعني اعطي هوست نيم، اغير اسمه اول مره الراوتر، فهاي الامور يعني صارت ان شاء الله طبيعيه. الان ادخل على هاي بالطبقه الاولى اللي هي يوزر مود، وراح اقول له انيبل اي ان ودوس تاب، وهنا بنقول له كونفيجر تيرمينال، ودخلت بالطبقه الثالثه اللي هي كونفيجريشن او جلوبال كونفيجريشن مود. الاول شيء هسه راح اقول له هوست نيم، وراح اسميه ار1 واحد، و نو اي بي دومين لوك باك، نو اي بي دومين لوك اب. وقلنا هذا نقدر، قلنا هذا الإيعاز حتى يمنع القطع بالجهاز للأجهزة الحقيقية. الآن أنطي باسورد enable secret class، وهذا باسورد المين، قلنا هذا الباسورد للراوتر. الآن باسورد للبورت الكونسول اللي هو لاين كونسول 0، لان هو بورت 1، وانطي باسورد الباسورد راح يكون سيسكو، وافعل اقل لوجن، ثم ندخل نعطي باسورد للتلنت، نعطي باسورد للتلنت عن بعد، فراح اقول له لاين في تي واي، وفرضا من 0 عدد الحاسبات من 0 إلى 15، بمعنى 16 حاسبة. وايضا راح اعطي باسورد والباسورد ايضا سيسكو على سبيل المثال، هذا اوبشنال يعني ممكن اغيره،
وراح افعله اقول له لوجن. زين نروح هسه نروح على كترال وزت، ندوز كترال وزت، نروح للطبقة الثانية وراح اقول له طبعا تغير اسم الراوتر R1 بعد ما صار يعني ماكو راوتر. شو رننج كونفيج، شو رننج كونفيج، ويعرض لي اياه. وهسه راح اروح اشوف انه انيبل سيكريت هذا، لانه قلت له سيكريت، فاذا الباسورد هو المفروض كلمه كلاس، غير لي اياها شفر لي اياها. وايضا راح ننزل جوا بعد لاين كونسول، هاي ما شفر لي اياها كلمه سيسكو، ما شفر لي اياها. وايضا لاين بي تي واي كلمه سيسكو الاخرى ايضا ما شفر لي اياها. الان راح اقول له ارجع للطبقه الثالثه، راح اقول له كونفيجر تيرمينال، وراح اقول له سيرفيس باسورد انكريبشن، باسورد انكريبشن. والان راح اقول له ايضا راح ارجع للطبقه الثانيه عفوا كترال وزت، ضغطت و او تقول له اكزيت او تقول له كترال وزت. زين راح تقول له شو رننج، ايضا راح نقول له شو رننج كونفجريشن، شو رننج كونفجر، وراح يعرض لي هسه. ايضا نرجع نقول انيبل سيكريت، شفر لي اياها، مشفره من الساعيه هاي انيبل سيكريت، هذا التشفير مالته، لان انا قلت له سيكريت، لو قايل له انيبل باسورد ما كان شفر لي اياها، كان طلعت كلمه كلاس، بس لانه قلت له انيبل سيكريت اذا شفر لي اياها، حفظ لي اياها بالام دي 5. الان نكمل نشوف شنو صار التغيير. لاين كونسول باسورد سيسكو لوجن، ولاين في تي واي في الحقيقة ما اخذ اعاد سيرفيس باسورد انكريبشن، ما فعله لان اكو خطأ بالكوماند، راح اعيده هسه، راح ارجع للطبقة الثالثة كونف، المفروض كونفيجر تيرمينال و سوري كونفيجر تيرمينال، وانا بس حاليا بالكونفيجريشن مود، وراح اقول له اعيدها سيرفيس باسورد انكريبشن، باسورد انكريبشن. والان ان شاء الله راح يرجع هذا، راح نرجع للطبقه الثانيه كترول وزد، ضغطت وانا بالطبقه الثانيه، وراح اقول له شو رننج كونفيجريشن. و انا طبعا بالنسبه لهذا الباسورد قلنا انيبل سيكريت، هذا شفره، هذا من الساعه مشفر، لانه هو قلت له كلمه سيكريت، لو قايل له كلمه باسورد انيبل باسورد كان ما شفر لي. الان نكمل نشوف، ننزل جوا لاين كونسول زيرو، الان شفر لي اياه، خذ لي اياه بالام دي 7، وهذا التشفير مالته بدل ما كلمه سيسكو، هذا التشفير كلمه سيسكو. زين نشوف لاين بي تي واي، طبعا هاي لانه قلت له سيرفيس باسورد انكربشن، باوع لاين بي تي واي ايضا شفر لي اياها، حفظ لي اياها بالام دي 7 وشفر لي اياها. اذا هذا الغايه من سيرفيس باسورد انكربشن، يشفر لي شنو اكو باسورد، يشفر لي الان كونفيجر تيرمينال، ارجع للطبقة الثالثة، وانا حاليا بالطبقة الثالثة. الان احفظه، اذا راح اقول له طبعا احفظه ايضا، العفو ايضا ارجع للطبقة بعد انا بالطبقة الثانية، فكترول وزت، وراح اسيفه، راح اقول له كوبي،
running config startup config والآن أنا سيفته السيف عندي وقال لي building configuration is okay.